السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. الموضوع ديال اليوم اخوتي هو جد مهم، كيتعلق بالتكوين المهني هنا في فرنسا. بزاف بكم يعني حطيت لكم فيديوهات على التكوين المهني، كتسولوني اسئله مختلفه. كاين 3 الانواع الاسئله. كاين سؤال ديال الناس اللي بغاو يجيو يقراو التكوين المهني من المغرب، يعني عندهم سيغتان نيفو بغاو يجيو يكملوا هنا التكوين المهني. وكاين الناس يعني اللي جاو لهنا لفرنسا وكيدوروا على التكوين المهني، وكاين الناس اللي بغاو يجوا يكملوا قرايتهم، يعني يكملوا القرايه، يعني مثلا عنده شي صناعه في المغرب، مثلا الكتروميكانيك، ميكانيك، سودور، الكتريسيان، وداك الشيء. كيقول لك لا، انا بغيت نجي نكمل في شي تكوين مهني في فرنسا. وكاين يعني الحاجه الرابعه والاخيره هي اللي كتكون عندهم شي ميتي هنا في فرنسا خدامين بها، وبغاو يزيدوا يطوروا راسهم او يزيدوا يتعلموا شي صناعه اخرى. كيفاش هادشي كامل ان شاء الله نحضر لكم عليه في هذا الموضوع هذا ان شاء الله، خليكم معايا. المهم اخوتي نبداو الفيديو ان شاء الله. بالنسبه للتكوين المهني اخوتي، كاين بزاف ديال الانواع ديال التكوين المهني عكس اللي حنا عندنا في البلد. يعني غادي تقولوا لي كيفاش، هنا نقول لكم التكوين المهني. كاين التكوين المهني المخصص، يعني ريزيرفي غير الناس اللي ساكنين هنا في فرنسا، فيه جوج ولا ثلاثة انواع حتى هو. كيفاش؟ كاينه الفئة الصغيرة، يعني دابا اللي كيديروا لابرونتيساج، الناس هما اللي من مثلا كيكونوا خارجين من الليسي، أغلبية من الليسي، كيكونوا قاصرين أو يعني ما كملوش الدراسة ديالهم، هادو كيدوزوا لابرونتيساج. هادو التكوين المهني ديالهم ماشي بحال الكبار، هادو تقريبا كيقراو عامين في التكوين المهني، يعني في الحرفة، يعني كتتم عن يعني كيقراو مدة عامين، كتسمى لابرونتيساج. كاين تكوين لاخر ديال لي زادولت، هو الكبار في عندهم هما جوج ديال النوع ديال التكوين المهني. كاين تكوين المهني يعني اون التيرنونس، يعني كي حنا هادي ما عندناش بزاف حنا في البلدان ديالنا. اون التيرنونس يعني كيقرا 15 يوم او 3 سيمانات يقراهم، كيقرا مثلا 15 يوم في التكوين المهني و15 يوم كيخدمها. هذه كيفاش كتتم اخوتي؟ هذه كتمشي كتشوف شي شركه، تقول لهم فوالا انا بغيت ديروني ابرونتي، هي زعما يهزوك تعلم الحرفه، ولكن في حين كتقرا ان ديبلوم او ميم طون، يعني كتقرا كتمشي واحد 15 يوم او اما جوج سيمانات كتمشي التكوين المهني، او تخدم 3 سيمانات مع الشركه وسيمانه في التكوين المهني. هذه كتسمى اون التيرنونس، يعني تو التيرن اونتر لا فورماسيون اي لو ترافاي، يعني كتمشي كدير واحد كتقضي كتدير لا براتيك ولا تيوري كديرو في التكوين المهني. هذه بالنسبه للناس اللي كيكونوا ساكنين هنا كيديروا هاد السيرفيس هذا او هاد لوبسيون. في حين اخوتي الناس مثلا اللي بغاو يجيو من البلاد، اللي بغاو يجيو من البلاد اخوتي، التكوين المهني هذا اللي احنا كنديرو حنا هنا في فرنسا، هذا النوع هذا ما كيخولش يعني شي واحد يجي يقرا التكوين المهني من البلاد. يجي التكوين المهني الوحيد اللي تقدر تجي من البلاد وهما المعاهد اللي كيقراو يعني من باك الفوق، يعني من باك بلس 1، باك بلس 2، حتى لا ليسونس بروفيسيونيل. هادو هما اللي كيقدروا يجيو يدفعوا التكوين المهني من البلد. يعني نوقفوا هاد الهادي، واحد كيلقى خارج من التاسعه ولا خارج من البكالوريا كيصيفط لي ميساج تيقول لي عافاك اخويا كيفاش ندير جيت تقرا التكوين المهني وهو ما كملش قرايته. دونك بين الشروط انكم باش تجيو تقراو المعهد هنايا او التكوين المهني، يعني الباك بليس دو اللي حنا اللي كاين ليكيفالون ديال لي تيا او لي ستا في المغرب، هو من الشروط خصكم يعني هذاك المعهد يكون فيه الكامبوس. اخر هذاك الفيديو اللي درت لكم ديال داك الليسي تكنيك او ليسي بروفيسيونيل، هادوك فيه الكامبوس، يعني كيجيو الناس من دول اخرين، يعني يجيو يقراو من الباك للفوق. كتقرا باك تكني او باك بروفيسيونيل، باك بلس 1، باك بلس 2، حتى لا ليسونس بروفيسيونيل. هادو عندهم الكامبوس كونيكتي، يعني الناس كيقدروا يجيو من برا، يعني من المغرب، من الجزائر، من تونس، يكمل. ولكن راه من الشروط انه يكون عندك الباك وتكون عندك اللغة الفرنسية. يعني نساو ديك الفكرة ديال انك تجي تقرا التكوين المهني ديال الليسي او شي حاجه تجي من البلاد باش تقراها، يعني مستوى يعني اقل من البكالوريا او هادشي.
نهضروا دابا على الناس اللي كيكونوا هنا كما قلت لكم اخوتي. كاين عندنا بزاف ديال التكوين المهني هنا في فرنسا. كاينه لا سيفا معروفه، كاينه لا فا سي بي ام، كاينه اضرار، كاين بزاف ديال التكوينات المهنيين. من بينهم اللي معروفين وغريتا، كاين بينهم اللي معروفين هو سيفا و سي اف ا، يعني كتكتب سي اف ا ولافبا وغريتا، هما اللي هادو اللي معروفين كاينين يعني اللي تابعين للدوله وكاين الخاص. ولكن كاملين الدبلوم اللي كيعطيو كيكون خارج من الدوله. هذا هو الحاجه اللي كتميز هنا اوروبا، ماشي بحالنا حنايا في البلد. يعني التكوين كتمشي كتقرا في شي معهد خصوصي، في التالي كتخرج بديبلوم غير معترف به من الدوله، وحتى الا كان غير معترف به من الدوله في التالي كتلقى مشاكل في الكونكور. هنا لا، هنا اي دبلوم تتاخده يا في الخاص يا في العمومي بحال كلهم دبلومات كيجيو مينيستير دو ترافاي. هذا هو الفرق اخوتي اللي انا بغيت نهضر لكم فيه. نهضروا دابا على تكوين مثلا عندك ميتي جاي كتخدم هنا وبغيتي تزيد دير اون فورماسيون، عندك لو دروا هنايا، ماشي بحالنا حنايا. يعني كتقدر من غير هذيك لي كور دو سوار اللي دايرين في المغرب الموظفين وداك الشيء، هنا عندكم هذيك لوبسيون. بحال دابا انايا مثلا ارتيزون خوتي، كل مره كيصيفطوا ليا كيقولوا ليا تقدر تجي دير فورماسيون. مثلا دابا الضو درت الفورماسيون في الطاقه الشمسيه، درت الفورماسيون في تركيب يعني لي بون الكتريك، لي بون دو شارج دو فواتور الكتريك. يعني كل مره كندير اون فورماسيون كنزيد الباجاج باش كنزيد نوسع لاكتيفيتي ديالي وكنزيد نوسع لي زانفورماسيون اللي عندي في الراس. من بين يعني هاد الحوايج هادو كاين عندنا دابا جات لكم بزاف ديال النماذج ديال مثلا هذا مثلا بالنسبه للناس كيكون ديجا عندهم ميتي ارتيزون. بحال دابا انا ارتيزون، مثلا ارتيزون انستالاتور بروفيسيونيل دي باتيمون. هنايا مثلا كنلقى بزاف ديال لي فورماسيون، كل مره كيقولوا لي مثلا كيعرضوا عليا مثلا نزيد شي حاجه، كيقول لي مثلا راه دابا الطاقه الشمسيه متمشيه مثلا، انا خصك دير فيها فورماسيون وكذا. كتمشي دير فورماسيون 3 ايام سيمانه 15 يوم، كيعطوك لاتيستاسيون باش تقدر تزاول ديك المهنه. دونك اخوتي من بين المعاهد اللي قلت لكم كاين بزاف ديال لي ميتي اخوتي اللي جايب هنايا. مثلا بحال البنات الا بغاو يديرو لا كوبي سابيل لا بيروتيك، البيروتيك كاينه مثلا هادي ملاتي بحال دابا هنايا كتشوفو ليميتي تقريبا بزاف ديال ليميتي، كاينه بزاف ديال ليميتي اخوتي. مثلا الصباغه هادي الايد سوانيونت ولا ديك ايد اوكسيليير، هذا مثلا اللي كنضف نيتواياج دي فيتر، الالكتريسيان، هادو بزاف ديال لي ميتي هنا كتقدر هنايا باش كت هذه هي لا فبا خوتي العدد ديال هنايا ديال لي ميتي. دونك اخوتي كاين الوصول الى المعلومه هنايا، كتعرفوا مثلا كتمشيو لهذا المعهد، هذا تعطيكم واحد الكتيب فيه المهن اللي تقدر تقرا في هاد في هاد في هاد سميتو. ولكن بحال مثلا هنا كيبين لك مثلا باش قلت لكم انا اخوتي مزيان هنايا، مثلا هنا تيبين لك الرسم ديال شحال كيخرجوا ديال المهن في العام، وشحال بورسنتاج الناس اللي تيخدموا، مثلا بورسنتاج الناس اللي تيلقاو الخدمه في ديك الميتي. دابا حنايا الخطأ اللي عندنا في البلاد اخوتي هو ان الانسان كيمشي كيقرا، ديما كنقول لكم كنقرا واحد الميتي في التالي تتسالي ما كتلقى راسك حاصل، ما كتلقاش فيها الخدمه، وهذا خطأ كبير. في حين هنايا كاين يعني مثلا دي كونسيي تتمشي عنده تتقول له فوالا بغيت نقرا شي حاجه، كيعرض عليك كيقول لك مثلا فوالا حنايا هاد لوريجين ديالنا، راه الا درتي مثلا الضو ولا درتي الكتريسيان ولا ميكانيسيان وكذا غادي تخدم. في حين كيقول لك الا مشيتي مثلا درتي هاد الميتي ولا هاد الميتي الاخرى راه باش تلقى فيها الخدمه. دونك كتكون عندك معلومات مسبقه على ديك المدينه، ها الخدمات اللي كيقول لك هاد الخدمات هادو هما اللي مطلوبين، سمح لي الا مشيتي درتي شي مهنه اخرى وما لقيتيش الخدمه يعني ذنوبك على راسك. دونك في حين مثلا هنا دابا مثلا هي راه بزاف كيركزوا على الطاقه الشمسيه كما قلت لكم، كيركزوا على الطاقات الريحيه وهذا الشيء. دونك اللي بغا يدير يعني في لي دومين يختار
اختار مثلا ليميتي اللي مطلوبين. هنا مثلا تلقى الخريطة ديال لافبا، مثلا المدن اللي موجود فيهم هذا المعهد هذا، يعني باش انت ما تحمقش راسك. ها هي لافبا، لافبا ايفاليي فورمي اي اكومباني. مثلا هذه كي كتمشيو كتمشيو اخوتي كتهزو واحد كتهزو هاد الكتوبات هادو كتشوفو شنو نافع فيكم. هانتوما اخوتي كتشوفو يعني الوصول الى المعلومة موجود. الكتب 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 هاهما هادو اخوتي. خوتي انا هادشي باش كنجيب لكم المعلومات، تمشي كنلقى كلشي في عندهم، تلقاو هاديك في لاكري تلقاو هادشي، كتشوفو المهن اللي مطلوبة هنايا باش تقراوهم وباش ما تضيعوش. بروب بي تي بي هادو اخوتي، هاد الشيء كامل ديال المهن اللي كيدير فيهم لابرونتيساج. هاي هادي فورماسيون سونتي البنات ولا الدراري اللي بغاو اخر. بزاف ديال الحوايج كاينين، كتمشيو كتجيبو هاد الكتيبات كتقراو المهنه شنو هما يعني الامتيازات ديال هاد المهنه، لي زافونتاج ديالها، لي زانكونفينيو ديالها. كتعرفوا هاد الشيء باش ما تقولبوش. لحقاش كاين حنا الخطأ اللي كنديرو بزاف، هو الانسان كيقرا الميتي في التالي كيلقى راسو عندو ان ديبلوم ما عندقاش الخدمه. سي بور سا انا جبت لكم هادشي كلشي باش تشوفوا يعني كيفاش كنوصلوا هنايا للمعلومه، الوصول الى المعلومه يعني التاطير، التاطير لوريونطاسيون من اهم الحوايج باش تنجح في اختيار الميتي. بين هاد الحوايج اخوتي اللي دابا انا حاولت نختصر لكم التكوين المهني هنا في فرنسا كيفاش داير. يعني نهضروا هنايا دابا علاش دايرين هاد التكوين المهني ديال 6 شهور. شحال واحد كيقول لك دابا التكوين المهني في فرنسا علاش دايرين غير 6 شهور؟ هادي كتسمعي اون فورماسيون اكسيليغي دايرينها الناس مثلا عارفين بان بنادم بزاف كيجي كيجي بالزواج، كيجي فيزا، كيجي كدا، كيبغي يتانستال هنا في فرنسا. سيد الدبلوم اللي جايب معاه من البلاد من غير مقبول هنايا او غير معترف به هنا، من غير هذيك الكومباتيبيليتي وداكشي اللي كيديروا الدراري ولا ريكونيسونس الدبلوم، ما كتعرف نعرفوش نخدمو هنا بالعربيه. تعرف دابا الكتريسيان اللي جا من المغرب يجي هنا لفرنسا ما عادش يعرف يخدم. دونك ديك فورماسيون 6 شهور كيشوف لي نورم فرونسيز، كيشوف الخدمه، كيشوف كيتعرف على الماتيريال، كيتعرف لي زوتي، كيتعلموا السميات ديال الماتيريال تتعرفوا كذا. هادشي راه في صالحكم اخوتي باش منين تمشيو تخدموا تعرفوا تخدموا. هذيك 6 شهور اخوتي راه كت كي بحال قلتي اون ديكوفيرت، كتشوف الميتي، كتحل عينيك على هنايا على الخدمه، كي دايره الخدمه داكشي. ما تحكروش ديك 6 شهور، فريمون سي اون فورماسيون اكسيليغي اللي درت انايا والحمد لله هي باش خدام. الا كتشوفوا الفيديوهات في تيك توك ولا في الانستغرام راه داكشي باش خدام ديك الميتي ديال 6 شهور. دونك اخوتي ما تبخلوش على راسكم ديك 6 شهور، سيروا قراوها. راه فرنسا ما داروها الناس اللي كيجيو من البلاد مزواج ولا شي حاجه، كيكون جيو كيتانستالو هنا ما كيكونوش يعني ما غادي تمشي تدفع السي في كيلقاو بانك قريتي في المغرب ولا قريتي في الجزائر، ما كاينش اللي كيشوف فيك. في حين الا مشيتي قريتي ديك 6 شهور ودرتي بانك درتي اون فورماسيون في فرنسا، عندك الحظوظ اكثر انك تخدم، وعندك الحظوظ اكثر انك يعني تدبر على راسك ويكون عندك واحد لافونتاج كبير على هذوك اللي ما قاريينش هنا. بين الاخطاء اللي قلت لكم اخوتي كيديروا الناس هو ما كيجيبوش معاهم ميتي، جيب معاك ميتي. في حين واخا جبتي ميتي دوز هنايا لي زابيليتاسيون ديال هنا، دوز لي فورماسيون، في ما كانش شي فورماسيون سير دوزها باش تلقى راسك. يعني لحقاش عندكم الوقت، انا كنقولها لكم اخوتي الوقت تتلقاو غير في الايامات الاولى من كتجيو اوروبا، غير الايامات الاولى فين كتجيو اوروبا. راه اون فوا كتزيدو هنا شي شويه، كتزوجو، تتولدوا وليدات، ما بقاش الوقت باش تقراو، ما بقاش الوقت باش انكم ديروا لي فورماسيون. كيولي الوقت ديال العمل، الوقت انك تجيب الفلوس باش تعيش ولادك وتعيش مرتك وتعيش الاسره ديالك الصغيره ديال هنا والاسره الكبيره اللي عندك في المغرب. هذا واقع اخوتي، حيت بزاف ديال الناس كيقول لك انا ما عنديش الوقت باش نقرا، في حين ملي كتكونوا ناجيتو من البلاد كتكونوا مازال يعني محلو يعني ليبخ،
مازال ما عندكش يعني دي زونجاجمون، ما كاينش الاخر، عندكم الوقت انكم تقراو اخوتي. كنتمنى هذا الفيديو هذا ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم اخوتي، وما تنساوش تدعمونا، وشكرا وتحياتي اخوتي.